يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والسلام والصلاة على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأخيار الأطهار الأبرار برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. أعتذر في البداية عن التأخير وعن ضعف الصوت، وكلاهما رغما عني. ومع ضعف الصوت ومع هذه الحالة، إلا أني أصررت جدا على أن آتي إلى حضراتكم، وعلى ألا نسقط ليلة لا نقف فيها مع نبيل من النبلاء. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من؟ مع نبيل من نبلاء أمتنا. فمن هو يا ترى؟ إنه راوية الصحابة من اليمن ومن قبيلة دوس على وجه التحديد. أسلم على يد سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي، وسافر من اليمن إلى المدينة في العام السادس من الهجرة، وبايع النبي ووضع يده في يد النبي بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. فمن هو؟ قال عنه الإمام الشافعي: هو أروى من حفظ الحديث في دهره. فمن هو يا ترى هذا الرجل؟ له في الصحيحين 1574 حديث. روى الشيخان له في الصحيحين 1574 حديث. أما الأحاديث التي رواها هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتب السنة مجتمعة، فهي أكثر من 5000 حديث، 5374 حديث على وجه الدقة. أروى الصحابة، لا يوجد صحابي روى من حديث رسول الله مثله. فمن هو يا ترى؟ هو نجم متألق في سماء الصحابة، هو رجل له فضل على كل مسلم، لأنه روى لنا الخير والبر والرشد من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، حفظ الله به الكثير والكثير من ميراث النبوة. والنبي دعا بنضرة الوجه لمن سمع كلامه ووعاه ورواه، وهذا من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يدعونه في الجاهلية عبد شمس، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس،
فلما أسلم غير النبي اسمه وسماه عبد الرحمن. لقاؤنا مع عبد الرحمن ابن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة رضي الله عنه. عنوان الحلقة: راوية الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه. ومن منا لا يعرف أبا هريرة؟ ومن منا من أهل السنة لا يحب أبا هريرة؟ السؤال: لماذا كناه الناس بأبي هريرة؟ ما سر هذه الكنية؟ قال بعض أهل العلم: كانت له هرة يلعب بها وهو صغير، فكناه أصحابه بأبي هريرة وغلبت الكنية على اسمه، كما غلبت كنية أبي بكر على اسمه. أبو بكر مش اسمه أبو بكر، هذه كنية غلبت على اسمه، إنما هو اسمه عبد الرحمن ابن صخر. القول الثاني لأهل العلم قالوا: لا، ده بعدما أسلم وجد هرة فرق لها قلبه فحملها ووضعها في كمه فسماه النبي بأبي هريرة، سماه النبي أبا هريرة. وفي البخاري أن النبي ناداه فقال: يا أبا هر، يا أبا هر. والهر هو الذكر، والهريرة هي الأنثى من القطط، وكان رضي الله عنه فيه خفة ظل، فكان إذا قال له أحدهم يا أبا هريرة يقول له: قل لي يا أبا هر، كناني النبي بها، قال لي: ثكلتك أمك يا أبا هر. والذكر خير من الأنثى. هذا من طرائف أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. متى أسلم؟ أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي كما مر بنا الكلام، وظل في اليمن إلى العام السادس من الهجرة، ثم هاجر من اليمن إلى المدينة المنورة، ووجد في سفره للمدينة ويلات، ضل الطريق وضاع منه الخادم ونفذ الطعام والماء وكاد أن يهلك، لكنه وصل والحمد لله إلى المدينة، فإذ به يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: إن النبي في خيبر يغزو. فلحق به إلى خيبر، وعندما التقى النبي به والتقى هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي له: ممن أنت؟ انت بلدك إيه؟ ممن أنت؟ قال: من دوس. قال: دوس؟ ما ظننت أن في دوس أحد فيه خير. فشكى له أبو هريرة أنه ضل الطريق وضاع منه الخادم ووجد العناء والمرار في سفره، فلما بايع النبي على الإسلام إذ بالنبي ينظر ويرى سوادا قادما من بعيد، قال: أبشر يا أبا هريرة، هذا خادمك الذي ضل منك قد عاد. قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. وكان أبو هريرة إذا حكى قصة إسلامه والعناء الذي وجده في السفر يتمثل ببيتين من الشعر أو ببيت واحد يقول فيه: يا ليلة من طول عنائها على أنها من دار الكفر نجت. صحيح كانت ليلة صعبة قوي، وأنا سفيت التراب في السفر واتبهدلت آخر بهدلة، بس ده كله ولا حاجة لأن ربنا نجاني من الكفر وأكرمني وكحل عيني برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من ليلة من طول عنائها على أنها من دار الكفر نجت. رواه البخاري وأحمد. لازم أبو هريرة رضي الله عنه بعد إسلامه النبي فكان معه كظله، وخالطت محبة النبي دمه ولحمه وشعره وعظمه، كان يتنفس حبا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لازمه 4 سنين، لازمه ينهل من علمه ويأخذ من هذا النهر الفياض ويأخذ من هذا البحر الزاخر بالعلم. وكان من أبر الناس بأمه. لم يتزوج أبو هريرة حتى ماتت أمه، هو وحيد، حتى لا ينشغل بزوجة ولا ولد عن أمه. وكان إذا أراد أن يخرج يقف على عتبة حجرة أمه يستأذنها، وهو أمير المدينة في عهد مروان بن الحكم، يقف على عتبة الدار ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فترد: وعليك السلام يا ابني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. الله عليك، الله عليك يا أبا هريرة وعلى برك بأمك. دعا أمه للإسلام فأبت، وأصرت على الكفر، وأسمعته في النبي، في حبيبه، ما يؤذيه، فذهب إلى النبي يبكي: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ أمي يا رسول الله، أمي تصر على الكفر، دعوتها للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، ادعو الله لأمي يا رسول الله. فرفع النبي يده وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فعدت إلى بيتي فإذا بالباب مجاف، فلما هممت أن أدخل سمعت خضخضة الماء، وقالت: أمي مكانك. أمه تغتسل، ثم لبست ثوبها بسرعة وفتحت له الباب، وبمجرد أن رأته قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله، حد متصور فرحة أبي هريرة لما أمه أسلمت واستجاب الله لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حبه للعلم. أبو هريرة أسلم متأخرا، نعم، صحب النبي 4 سنين وكسر، نعم، لكنه حفظ من حديث النبي أكثر مما حفظه الأولون السابقون. الدرس هنا ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بأصحاب الهمة العالية، بأصحاب الإخلاص. ممكن شيخ بيعلم الناس بقاله 30 سنة وليس له أثر ولا بصمة، ويجي ولد يدوب يعرف شقشقة من العلم، بس مخلص ومجتهد وعنده همة، في سنوات معدودات ربنا يجعل صيته يذيع ويجعل علمه ينتشر. الهمة يا شباب، الهمة. أحب أبو هريرة الرسول حبا خالط الدم واللحم والروح، وكان لا يشبع من النظر إليه، ينظر إلى وجه النبي، إلى صفحة وجه النبي كأنها فلقة القمر، ويقول: ما رأيت شيئا أملح ولا أصبح من وجه رسول الله، لكأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. العلمانيون والشيعة المجرمون والجهلة المغفلون وبعض الصحفيين عندنا من أهل الضلال والعمى شتموا أبا هريرة، والله يسبوه على صفحات الجرائد. قرأت مقالا في مجلة كانت مشهورة جدا بحرب الإسلام، مرحاض الإعلام، مقال مكتوب فيه: الكمبيوتر يحاسب أبا هريرة. وبعض البرامج في بعض القنوات التي ما زالت تعمل في بلدنا خرج فيها بعض الطراطير يهاجمون أبا هريرة، يقول لك ده كذب على النبي، يا رجل يروح أحاديث أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكثر من 10 المبشرين مجتمعون. أيوة، إزاي ده صاحب النبي 4 سنين فقط، ودول عاشوا مع النبي 21 سنة. أبو هريرة روى أكثر منه، ولا تزعل. إزاي بقى؟
كيف روى أبو هريرة كل هذه الأحاديث التي لم يرويها العشرة المبشرون مجتمعون هم أسبق إسلاما؟ الجواب بمنتهى السهولة: حفظ هذا العلم لأن النبي دعا له بالحفظ. بدعوة النبي محمد يا أخوانا، النبي دعا له بالحفظ. ففي الحديث الصحيح حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما أنا وأبو هريرة وصاحب لي في المسجد ندعو، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكنا، قال: لما أمسكتم؟ عودوا للدعاء. قال زيد: فدعوت والنبي خلفي يؤمن. على دعاء زيد بن ثابت، من يدعي بخير الدنيا والآخرة والنبي يقول آمين، هنيئا لك يا زيد. ثم دعا صاحبي والنبي يؤمن يؤمن، وبقي أبو هريرة. شوفوا الذكاء. قال النبي: وأنت يا أبو هريرة ألا تدعو لأؤمن على دعائك؟ دعا بكلمتين دلت على قمة ذكائه. قال: اللهم إني أسألك مما سألك منه صاحبي، وأسألك علما لا ينسى. لم كل دعائهم في كلمة: أسألك مما دعا منه صاحبي، وأسألك، دي زيادة بقى خاصة لي، علما لا ينسى. فقال النبي: آمين. قال زيد بن ثابت والآخر: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. قال: سبقكما بها الغلام الدوسي. الله على ذكائك، حفظ ده كله، دي دعوة النبي محمد. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأبي هريرة: ألا تسألني من هذه الغنائم شيئا؟ قال: لا، ولكني أسألك أن تعلمني مما علمك الله. أنا مش بتاع دنيا، أنا عايز العلم، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فنزع النبي نمرة كانت على ظهري ووسطها بيني وبينه، ثم أخذ يحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها. فجمعتها، قال: فصرها إلي فضممتها، فأصبحت لا أسقط بعدها حرفا. رواه البخاري. حفظ ده كله ليه؟ دعوة النبي، زي ما دعا النبي لابن عباس بأن ربنا يعلمه التأويل، وزي ما دعا لابن مسعود أن ربنا يفقهه في الدين وقال له إنك غلام معلم. النبي دعا لأبي هريرة برضه، إيه المشكلة؟ اتنين، وعى كل هذا العلم ورواه لأنه كان من أشد الصحابة ملازمة لرسول الله، زي ضله. في الصحيح قال أبو هريرة: تزعمون أني أكثرت التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الموعد، يعني بيني وبينكم ربنا يفصل بينا، إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطني، وكان المهاجرون ينشغلون بالسفق، وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت وغابوا، ووعيت ونسوا. أنا كنت غلبان، غلبية مرقعة، شغلتي في الدنيا أخدم النبي، ماشي وراه. أنت يا فلان كنت عندك فلوس قايم عليها، وأنت يا مهاجري منشغل بالسفق في الأسواق، فأنا حضرت مشاهد أنتم ما حضرتوهاش، وأنا وعيت وأنتم نسيتوا انشغالكم بالزوجات والأولاد والأموال. وهذه الأشياء فعلا تلهي وتشغل فعلا. قال أبو هريرة: لقد رأيتني وإني لأخر ما بين منزل عائشة ومنبر رسول الله من شدة الجوع، يغشى عليه، يذهل عن الطعام، ينسى الأكل والشرب. أنا عايز أتعلم، عايز ينهل، عايز يسبق، لدرجة أنه ممكن يغشى عليه بين بيت النبي والمنبر من شدة الجوع. قال: فيأتي أحدهم فيضع قدمه على صدري، فأرفع رأسي وأقول: ليس الذي ترى، إنما هو الجوع. أنا مش واقع مصروع علي جن، ولا علي سحر، ولا عندي صرع، ولا واقع من شدة المرض،
إنما الجوع. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي الكبار دول كانوا أكثر منه علما، لكنهم شغلوا بأعباء القيام على أمور الدولة. هو أبو بكر رضي الله عنه عمر بعد النبي قد إيه؟ سنة وكسر. هل صفت له هذه هل 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 صفت له هذه الأيام بعد موت النبي؟ ده من أول لحظة بيحارب المرتدين وبيحارب مانع الزكاة، وبعد جيش يحارب على الجبهة الرومية، وجيش تاني بيحارب الفرس، منشغل جدا. كذلك عمر انشغل بأعباء الفتوحات الإسلامية وبأعباء القيام على أمر الدولة، كذلك عثمان وكذلك سيدنا علي والفتن والحروب وكيت وكيت وكيت، انشغلوا بهذه الأمور. إنما سيدنا أبو هريرة ما كانش عنده الحاجات دي. ولما مات عمر رضي الله عنه بكاه أبو هريرة وقال لقد دفن معه 9 أعشار العلم. عندهم بس انشغلوا كثيرا بالقيام على أمور المسلمين، إنما هو يعني عد غنمك يا جحا، لا أمير ولا وزير ولا عنده فلوس ولا متجوز أصلا ولا عنده عيال. وبعدين في حاجة مهمة قوي، هل كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن رسول الله سمعها كلها من رسول الله؟ لا طبعا. يقول أنس بن مالك ليس كل ما نقول قال رسول الله سمعناه بآذاننا من رسول الله، وإنما يسمع أحدنا عن رسول الله ويحدثنا به فنحدث عن رسول الله، ولا يكذب أحدنا على أحدنا. الصحابة كلهم عدول. لما سيدنا أبو هريرة يقعد كده مع سيدنا عمر تحت رجله، وسيدنا عمر يقول في مجلس سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر. يوم أبو هريرة يقول في مجلس تاني قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، هو كأنه سمع من النبي، لأن عمر ما يكذبش على النبي، لأن الصحابة كلهم عدول. فليس كل ما رواه أبو هريرة سمعه من رسول الله، سمع البعض وروى البعض من الصحابة الذين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة كمان خلته أكثر الصحابة رواية، جرأته في التحديث عن رسول الله. قيل لعبد الله بن عمر هل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئا؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبن. يخاف ابن عمر لمسعود يقول لك قال رسول الله وشه يصفر ولك أو مثل ذلك أو فوق ذلك أو أقل من ذلك من الورع، وأبو هريرة ورع لكنه حافظ كويس جدا، فمجترئ في التحديث بخلاف الكثيرين. قال أهل العلم كان أبو هريرة يجلس في مسجد رسول الله يسند ظهره على جدار بيته ويحدث عن النبي ويعلم التابعين ويقول قال رسول الله، ثم يضرب على الجدار ويقول يا أم المؤمنين، عائشة في بيت النبي بعد موت النبي، يا أم المؤمنين أتنكرين شيئا مما قلته عن رسول الله؟ فتقول لا. فعايزيني تاني بقى. اختلف عبد الله بن عمر مرة مع سيدنا أبي هريرة في حديث من صلى على جنازة كان له قيراط في الجنة، ومن صلى ومن شيعها فله قيراطان. اختلف معه ابن عمر، فقال أبو هريرة ترضى أن يفصل بيننا زوج نبينا عائشة؟ قال أرضى. سيدنا عائشة دي فقيها ومن أكابر أهل العلم ومن أكثر النساء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة إذا اختلفوا في أمر يرضون في أحيان كثيرة بفصل أمنا عائشة فيه، سيما في الأمور المتعلقة بحياة النبي في بيته. قالوا يا ابن عمر ترضى تفصل بيننا أمنا عائشة؟ قال له يا سلام، أرضى ونص. فذهب معه وروى لها الحديث فقالت صدق أبو هريرة. فقال عبد الله بن عمر وقتها صدقت يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
في حاجة تانية مهمة قوي خلت أبو هريرة يروي أحاديث كتيرة أكتر من كتير من الصحابة، طول العمر. الراجل ده رضي الله عنه عاش 78 سنة، يعني كان من أواخر الصحابة موتا، في ناس ماتت بعده، كان هو من أواخرهم، فبث علما كثيرا طول العمر. أبو هريرة روى كم حديث مخلية بعض الصحفيين المهابيل عندنا يتنططوا، وبعض القرود يتقافزون. إيه اللي رواهم يعني؟ 5374 حديث، مشكلة يعني؟ طب ما هو حافظ القرآن كله. طب ما أنت ابنك اللي قد كده، عندنا عيال 5 سنين حافظ القرآن كله. طب والقرآن قد إيه يا بركة؟ 6236 آية. هو روى 5000 حديث، 5374 يعني أقل من عدد آيات القرآن، وإحنا بنسلم إن في أطفال حافظين القرآن، إيه المشكلة يعني؟ وبعدين كلام النبي ما كانش كلام طويل، النبي كان فصيح وبليغ، وأوتي جوامع الكلم. واحد بيقول له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، لم لي الإسلام كله في كلمة. ده لو واحد قال لي يا شيخ قل لي في الصلاة قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك هكلمه 7 ساعات. لا، بيقول النبي لملي الإسلام كله في جملة. قال قل آمنت بالله ثم استقم. يا سلام على الفصاحة والبلاغة وجوامع الكلم. فمعظم أحاديث النبي كده قصيرة، جملة جملتين، خطبة الوداع تكتب في ربع صفحة. فالنبي ما كانش كلامه طويل وكتير، كلامه جوامع، والصحابة يتشوقون ويتشوفون للسماع من ولرؤيته، فإذا تكلم حفظوا. عجب يعني أن أبو هريرة حفظ في 4 سنين 5374 حديث، دي صعبة يعني؟ أنت عندك واحد يفك الخط بكماشة، عايشين بيننا ناس تلاقي حافظ يجي 100 أغنية، قول له قول اللي أنت حافظه، يقولك أغاني باللغة العربية الفصحى للست، وأغاني بحبك يا حمار، وحافظين يا أخويا، ويمكن يكون حافظ هندي كمان، أغاني كلام كتير. طب أنت سلمت يعني؟ وقف أبو هريرة في زورك، ربنا يوقف الحق في زورك دايما. أبو هريرة واقف في زورك كقطع زورك، لأنه روى 5374 حديث، معضلة يعني؟ احنا عندنا عيال النهاردة شباب صغير حافظ البخاري ومسلم مع القرآن مع مش عارف ألفية ايه مع نونية ايه مع وقد كده، دول عباقرة يا عم، دول ناس بتوع ربنا. اللهم ارضى عن أبي هريرة. انقطع أبو هريرة لطلب العلم، وعانى جداً حتى جمع هذا العلم، عانى من خشونة العيش، عانى من شظف الحياة. قال رضي الله عنه كان يشتد بي الجوع حتى أسأل الرجل من أصحاب رسول الله عن الآية وأنا أحفظها، عن الحديث وأنا أعرفه، حتى يأخذني إلى بيته فيطعمني من طعامه. مكسوف يقول له خدنا أكلني عندك يا أبا بكر، فيقابله في الطريق يقول لي يا أبو بكر سؤال الله يرضى عنك، هو كذا كذا حكمه إيه في الإسلام؟ هو حافظ أصلا، عشان يقعدوا يتكلموا كلمتين وهم ماشيين، وهم ماشيين يوصلوا إلى بيت الصديق، والصديق ده كريم قوي بقى، يقول له تفضل يا أبا هرير، يقول له ما كنتش تحلف يا أبا بكر عشان خاطري يا أبا هرير، يقول لي طب مش هوقع يمينك المرة دي. هو أصلا يا ولد جعان بطنه تقرقر من الجوع، عملها مرة بقى. قال اشتد بي الجوع ذات يوم حتى شددت على بطني حجرا، فقعدت في طريق الصحابة، فمر أبو بكر فسألته في مسألة يعني في الدين، فأجابني ولم يأخذني معه. يا أبو بكر أفتني في كذا، قالوا حرام مثلا حلال وخلص. قال ثم مر عمر فسألته فأفتاني ولم يأخذني معه إلى طعامه، حتى مر بي رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أذكى الأذكياء أعظم ولد آدم فراسة. قلت يا رسول الله أفتني في كذا، قال تعالى معي يا أبا هريرة
يا رسول الله أنا عايز أسألك سؤال بس. قال له هتعملها علي؟ تعال معايا للبيت، تعال معي يا أبا هريرة. قال فدخل البيت فقال أفي بيتنا طعام؟ فجاءته امرأته بقدح لبن. أبو هريرة بيقول عال عال هنشرب لبن بقى وربنا هيكرمنا. قال فقال النبي لي ادعوا أهل الصفة، ده يجي 400 واحد. قال له هاتهم لي، انطلق إلى أهل الصفة فأتني بهم. قال فساءني إرساله إياي لدعوتهم، وقلت في نفسي ما يفعل هذا القدح مع أهل الصفة؟ شاف لبن، ده يشربوا اللبن ويلحسوا الإناء وأنا كده يعني طلعت من الموضوع يعني ما فيش حاجة. قال فذهبت إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء ويقول اسقهم يا أبا هريرة. شوف بقى لما أنت كده جعان هتموت ورابط على بطنك حجر وعمال تأكل غيرك، عينه هتخرج على اللبن يا ولده جعان يشرب، واللي ياخد إناء إيه يقلبه قلبة واحدة، وهم جعانين برضه. قال حتى بقي في الإناء فضلة، شوف البركة، كفة ولسه في لبن. فقال النبي لم يبقى إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. قلت صدقت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. الله والله صح يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال فاشرب يا أبا هريرة. وناولني الإناء فشربت. قال واشرب يا أبا هريرة كمان إناء فشربت. اشرب يا أبا هريرة كمان إناء ثالث. قال فشربت حتى قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا، ده أنت لو شكتني هخر لبن، لا أجد له مساغا، ده اللبن هيكاد يخرج من تحت أظفاري خلاص، لا أجد له مساغا. قال فشرب من الفضلة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. النبي محمد شهد لأبي هريرة بأنه طالب علم مجتهد حريص على المعرفة. روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد عن هذا غيرك، يعني لحرصك على العلم. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله واجعل قلوبنا مخلصة بها يا رب العالمين. خرج أبو هريرة مرة إلى السوق، لا السوق إيه الناس فوق بعض لأنه بيحب الخير لغيره، صرخ في أهل السوق يا أهل السوق يا أهل المدينة يا أهل المدينة، فاشرأبت الأعناق وانتبه الجميع له. ما لك يا أبا هريرة؟ قال ما أعجزكم يا أهل المدينة؟ قالوا وما رأيت من عجزنا يا صاحب رسول الله؟ قال هذا ميراث النبي محمد يقسم الآن في المسجد، خذوا نصيبكم منه. فذهبوا سراعا وعادوا سراعا، في ثواني اللي في السوق بقى في الجامع، وفي ثواني رجعوا بسرعة. هو واقف لهم بقى لماذا عدتم؟ قالوا لم نرى في المسجد إلا قوما يصلون، وآخرون يقرؤون القرآن، وآخرون يتذاكرون في الحلال والحرام درس علم. قال ويحكم هذا ميراث النبي محمد، أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كرمه وحلمه بعث إليه مروان بن الحكم بمئة ألف دينار، يعني كام؟ قلنا الدينار 5 جرام ذهب، 100 ألف دينار يعني 500 جرام ذهب ثروة، بعثها إليه ليختبره في كرمه وفي أمانته، فوزعها كلها
ما باتش منها دينار في البيت. فبعث إليه مروان في ثاني يوم يقول: يا أبا هريرة، لقد أخطأنا وهذه الدنانير كانت لغيرك. قال: لغيري؟ لقد أخرجتها كلها في سبيل الله عز وجل، فإذا جاء عطائي فخذ منه إذا شئت. حلمه. كانت عنده جارية زنجية أغضبته يوما فرفع الصوت ليضربها، ثم أنزل يده وقال: يا هذه، لولا خوفي من قصاص الآخرة لأوجعتك، ولكني سأبيعك لمن يعطيني الثمن وأنا في أشد الحاجة إليه. أنت حرة لوجه الله عز وجل. شوف، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عمليا، كان أحيانا يبقى أمير على المدينة في غياب أميرها مروان بن الحكم، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره، هو الأمير الرئيس، ويمزح مع الناس ويقول: أفسحوا للأمير. فمر بثعلبة ابن مالك فقال: أفسحوا للأمير. قال ثعلبة: يا أبا هريرة، الطريق واسعة. قال: ولحزمة الحطب التي على ظهر الأمير. يضحك مع الناس، مش معقد. ده أبو هريرة، ده أبو هريرة. حاضر. فيه خفة ظل، وفيه حلم، وفيه سماحة، رضي الله عنه ورحمه. كان يحدث بنعمة الله عليه. أخرج أبو نعيم في الحلية قال: صلى أبو هريرة مرة بالناس ثم سلم، فرفع صوته بعدها وقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما، بعد أن كان أجيرا لبصرة بنت غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله. كان شغال عند واحدة اسمها جوزها بعد كده، يعني كان شغال عندها. شو بيحدث بنعمة ربنا، مش ناسي نفسه، مش ناسي أصله. كتير قوي من الناس لما بيشبعوا بينسوا أصلهم، يفتكر نفسه ابن بارم ديله، ابن أغلو لا زغلو. هو كان بيسف التراب زمان. لا، أبو هريرة مش من النوع ده. أبو هريرة من النوع اللي ربنا قال لهم: وأما بنعمة ربك فحدث. من ظرفه ومن تحديثه بنعمة الله عليه وهو أمير المدينة، جلس مرة فتمخط في طرف ثوبه ثم قال: جاء عليك يا أبا هريرة زمان صرت تتمخط فيه في الكتان. قول: والله ده العملية راجت قوي يا أبو هريرة، ده انت بقيت آخر دندشة. يا العملية بقت ايه؟ بقى جاء عليك زمان تتمخط في الكتان. طب لو كان بيلبس ايه قبل كده؟ كان فقير مسكين، نشأ يتيما وهاجر مسكينا، رضي الله عنه ورحمه. قال حميد بن مالك: كنت جالسا عند أبي هريرة في أرض له بالعقيق، فأتاه قوم فنزلوا عليه، فقال أبو هريرة: يا حميد، اذهب إلى أمي وقل لها: ائتني بالطعام، عندي أضياف. قال: فأعطتني 3 أقراص من الشعير جئت بها أحملها على رأسي، ومعها شيء من زيت وملح. فلما وضعتها أمامه كبر أبو هريرة. كبر على إيه يا عم؟ ده 3 رغفة عيش شعير. الشعير ده يعني ما كانوش بينخلوا الدقيق، يعني الشعير كده يطيروا القشر في الهواء، اللي يطير يطير واللي يفضل يتعجن وياكلوه كده. حتى النبي محمد كان كده، النبي لم ياكل رغيف بر حتى مات، ما اكل رغيفا منقى حتى مات، ما كانوش بيعرفوا المنخل اصلا. فحط له 3 رغيفة شعير وشويه زيت وشويه ملح، لا وللضيوف كمان، يعني حاجه خصوصي. وهو بيكبر جاب لك خروف، فكبر: الله اكبر، الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن لنا طعام إلا الأسودين، التمر والماء. رواه البخاري في الأدب المفرد. شفت يا أخي، شفت شكر لله، شفت تحديثه بنعمة ربنا عز وجل عليه. لم يكن حريصا على الإمارة، وجرى بينه وبين عمر موقف جعله يحاذر أن يلي إمارة أو قضاء أو قيادة.
إيه اللي حصل؟ استعمل عمر رضي الله عنه أبا هريرة على البحرين، فقدم أبو هريرة بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله ويا عدو كتاب الله؟ تعال سيدنا عمر ما بيطبطبش على حد، ده عزل سيدنا سعد عشان واحد كذاب قال في كلمة مع يقينه ان سعد ده كان لؤلؤ رضي الله عنه. بيقول له جايب 10,000 دينار وانت جاي، استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله ويا عدو كتاب الله؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله يا عمر ولا بعدو كتاب الله، ولكني عدو لمن عاد الله وكتابه. قال: فمن أين هذه الأموال؟ قال: خيل نتجت وغلة وأعطيات تتابعت. أعطيات المرتب بتاع الدولة اللي انت بتدهوني، وغلة بعتها، وكان عندي كام فرس ولده. فلما تحقق عمر من الأمر وجده كما قاله أبو هريرة بالتمام والكمال، فذهب يسترضيه. زعلش أبو هريرة، ده أنت حبيبي، يعني نحو هذا الكلام، روح بقى أنا هوليك على كذا. قال له: أبدا أبدا. فقال عمر: أأطلبك لعمل لخدمة الأمة وتكرهه وقد طلب العمل من هو أفضل منك؟ يوسف ابن يعقوب عليه السلام. قال له: يا عمر، لولا 2 و3 لقبلت. فقال عمر: فهلا قلت 5؟ بقول له: لولا 3 حاجات و2 كنت قلت لك، انت ما تقول 5 على بعضهم. قال: اخشى ان اقول بغير علم، او اقضي بغير حلم، او يضرب ظهري. المره دي عدت، المره الجايه ما اعرفش تعمل فيها ايه. او يضرب ظهري، او ينتزع مالي، او يشطم عرضي. كفايه لحد هنا، انا عايز ابقى امير يا عم، ولا قاضي ولا قائد، كده حلو قوي. كفايه انا بتاع علم وبتاع دين، وبحدث الناس بحديث النبي، وبفكر الناس في دينهم، ده كده العمليه يعني الاشياء معدن كما يقول العامه. موته رضي الله عنه لما نزلت به السكرات وهو بالمدينه بعد 78 سنة عمرها في الدنيا، بكى أبو هريرة صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي فاز بثلاث دعوات من النبي خلته من أكبر العلماء، اللي ما بيخلوش مسجد في خطبة جمعة ولا درس إلا وأي شيخ يقول قال أبو هريرة قال رسول الله، اللي ليه منة في عنق كل مسلم، لأن احنا تعلمنا ميراث النبوة منه، أو جل ميراث النبوة عنه، بيبكي وهو بيموت. البار بأمه، المجاهد الأمين يبكي. لما نزلت به السكرات بكى، قيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه. فاكرني ببكي عشان راحل؟ لا، إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد. لقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنة أو يفضي بي إلى النار، ولا أدري إلى أيهما أصير. هل بعد ما نسمع الكلام ده من الصحابة حد فينا يأمن مكر الله؟ الصحابة اللي ربنا اصطفاهم للنبي كما اصطفى النبي على العالمين، هل في عالم أو شيخ أو داعية أو واحد بيحج كل سنة وبيعتمر كل يوم يأمن؟ ده أبو هريرة خايف: والله ما أبكي على هذه الدنيا، ولكني وصلت إلى نهاية طريق يفضي بي إلى جنة أو إلى نار، وأنا لا أدري إلى أيهما أصير. فلما اشتدت عليه السكرات كان من آخر كلامه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي،
اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وعجل لي فيه. والنبي علمنا والحديث روته أمنا عائشة أن الله إذا أحب عبدا أحب العبد لقاء الله فأحب الله لقاءه، يعني عند الموت لما تبشره الملائكة بالموت، لما تبشره الملائكة بالجنة عند الموت يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أبو هريرة يقول وهو يموت: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وعجل لي فيه. ثم نطق بالشهادة وفاضت روحه إلى باريها لتصعد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومات بالمدينة ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس مثواه. اللهم الحقنا به على الإحسان يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة، وأعتق فيها رقابنا ورقاب والدينا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وفي حق أمهاتنا. اللهم ارحم موتانا، اشف مرضانا. اللهم أمن علينا بثواب ليلة القدر. اللهم إنك تعلم أنه كان معنا في مثل هذه الأيام أقارب وأصحاب وأهل وأحباب، هم الآن تحت الثرى في الحفرات المظلمة. اللهم فاجعل قبورهم عليهم روضة من رياض الجنة، وأقرئهم منا السلام برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء، وتآخوا في الله تعالى.